قد ما احلى قد. يا مز باش نكمل اليوم زاده في محلى قدك مع دي ماكيون وباش نوضح كيفاش نختاروا نوع دي ماكيون تاعنا بارابور على تيب دو بو. دونك ليتاب نتاع دي ماكيون ما لازمناش نستهينوا بها, ونفس دي ماكيون مش شرط يتمشى مع الناس الكل. علاش؟ الجواب سامبل برجع, على خاطر كل واحد فينا عنده تيب دو بو معين, وعنده سورتو اون هيجين دو في اللي يتعود بها واللي لازم يحترم فيها البي اش نتاع البو نتاعنا. نبدا فيك عماد. اي فوالا عماد نقصد فيك. ما عنديش بي اش. ما عندكش كيما نحكي نقولوا فما بو زيت فما بو ما زيت. صحيح صحيح. نبداو بالبوسيج اللي لازمها برودوي يغذيها. ماذا بينا دونك ماذا بينا حاجه ما تطلبش انه نستعملوا ماء بعدها, هيك علاش نختاروا لي دي ماكيون للي تيب دو بو هذايا. لاستيوس هو انه نستعملوا اللوسيون تونيك تنحي بها اللي قاعد من المكياج. بيان سور للبوسيج نختاروا لوسيون تكون دوس اكثر من اللي تكون فريش. نحطوا دي ماكيون ديريكت على الوجه والرقبه ونعملوا مساج صغروني, من بعد نمسحوا بالقطنه. نجيو بالنسبه للبو نورمال وغراس, ماذا بينا نختاروا لو ميسيلير, وهي عباره على دبوسه ما تركيبتها تخلي دونك اللوسيون هذه تحافظ على البشره وتخلصها من الرواسب اللي فيها. الطريقه سهله, نبلو قطنه ونعديوها على الوجه الرقبه الديكولتي, والحركات تكون من داخل واحنا خارجين. بالنسبه للدي ماكيون كريم منصوح اكثر للبو نورمال, على خاطر بعد ما نستعملوه نجمو نشلو بالماء دونك يجم ما يضرش البو نتاعنا. بالنسبه للويل دي ماكيون تتماشى برشا مع البو غراس, الكوش غراس اللي فيها تتاكي ديريكتومون بقايا المكياج اللي على البشره. ناخذ شويه من الزيت هذا نخدموه شويه في يدنا باش يعمل الموس, ومن بعد نحطوه على الوجه والرقبه ونغسلوا البارتيات اللي فيهم المكياج ونمسمسوا بيان سور بالماء الدافي. اخر استوس لليوم, اذا كنت تحب دي ماكياج ما كيفوش, خذ لو تيرمال يبخبخ بها على وجهك, ومن بعد ما تكمل دونك بالدي ماكيون اللوسيون هذه ترتح البو وتخليها نظيره اكثر. قداش نخليوه هذه ابوبري على النار؟ مش روسيت هذه. ماشي روسيت, هذه روسيت دو بوتي. هو شو منال الويل دي ماكيون ما يقلق جمله, خاطر بارفوا تلقاها ناتورال, اما الكريم ماذا بينا كي نحيو المكياج من بعده على العين. فوالا جوستومون ديما لي سير نحاولوا انا ما نمسوهمش باللي برودوي, خاطر الجلده اللي تحت العين تكون سنسيبل اكثر من اي بلاصه اخرى. فما برودوي نتاع مكياج بالنسبه للعين, يعني حتى كي يقرب العين ما يقلقش. فما دي ماكيون سبيسيال للعين. فوالا. محلى قدك.